حافظات في صوت اليونان، إليكم نشرة الأخبار، يعطيكم بها وليد إلياس. تعقد مجموعة عمل اليورو أوروبية اجتماع اليوم في هلسنكي بهدف البت النهائي بتسليم اليونان شريحة جديدة من الحجم عقد الاقتراض الثالث المبرم بين اليونان ودائنيها وقيمتها 7 مليار يورو. ضروري. توقع حاكم المصرف المركزي اليوناني يانيس كورناراس ان اختتام مرحلة المراجعة الاولى لاقتصاد اليوناني من قبل مقرضي البلاد سيؤثر بالايجاب على مسيرة النظام المصرفي المحلي. على رئيس حزب الديمقراطية الجديدة المعارض الاول تحديات السنة السادسة عن مشروع غير دعم القوافات الحكومة في موضوع عن العمل. بدأ البنك المركزي الأوروبي رسميا برنامجه لشراء سندات في قطاع الشركات، وهي الخطوة التي أعلنها رئيس البنك ماريو دراكي في شهر مارس آذار الماضي. وحسب الخطة فإن البنك سوف يشتري سندات الشركات في منطقة اليورو المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة والتي تمتع بدرجة استثمارية إلى 30 عاما في وقت الشراء. تقوم قناة تركية حكومية ببث برنامج ديني داخل كنيسة آيا صوفيا خلال فترة السحور طيلة أيام شهر رمضان المبارك.